انا بحب اول اشي انا امشي الصبح على البحر، منه بيساعد المشي على تخفيف وزني وتغيير نفسيتي، وبطلع من الاجواء اللي انا كنت فيها من وقت ما سجلت في النادي. والمشي على البحر اتبعت نظام كتير مناسب، كتير لقيت فرق. يعني انا قبل ما كنتش اعرف اواجهها، قبل كنت كتير متغلبة من الناس، وانا ماشي كيف بتطلعوا علي، كيف نظرتهم الي، كيف ايش بيحكوا، طلع هادي ناصحة، هادي هيك، هادي هيك. ما كنت اطنش اطنش اطنش، اما لقيت بواجه اي حدا بيحكي معي بواجهه، كتير بنصحهم يسجلوا بنوادي، يمشوا على البحر، يشوفوا حياتهم، يطلعوا يعملوا يسووا اي اشي، يحافظوا على نفسيتهم وعلى جسمهم وعلى كل اشي. بيخلي نفسيتك احسن، بيخليك توثق بحالك اكتر، بيخليش تسمحيش انه حدا يتنمر عليك، حدا يحكي لك اي اشي. فانا لما اوثق بحالي انا بوقف قدام الناس، بخليش انه حد يتنمر علي، حدا يحكي عليا.